اي حاكم في الدنيا عشان يستمر في حكمه محتاج شويه حاجات رفيعه قوي، محتاج قوه عسكريه تحميه، محتاج فلوس، مال، نسوان، محتاج حاجات كتير قوي، محتاج سلطه سياسيه، محتاج حشد يرضي غروره والايجو اللي جواه. لكن تخيل معايا كده يبقى معاك كل ده وبعدين يجي واحد من رجالتك انت اللي صنعته يلعب عليك اللعبه الدنيئه. تقريبا ده الاحساس اللي وصل للجعير. ممكن يكون رواد السيسي وهو بيشوفوا مشهد ما قبل المؤتمر بتاع اتحاد القبائل امبارح، الزحام والاف منتظره وصول الزعيم الجديد اللي هو مش السيسي، لا، ابراهيم العرجاني. حضرتك الساده، الفيديو محرج جدا لعبد الفتاح السيسي وفي منتهى الغباء لابراهيم العرجاني، الرجل الجاهل الذي لم يقرا التاريخ. اتفضل. زي ما حضراتكم شايفين الالاف في انتظار ابراهيم العرجاني هنا في فيلا كمال عثمان بمنطقه المنصوريه في اول مؤتمر له في الجيزه. شاشة كبيرة مشغلة كلمة مسجلة، وثائقي كمان عن الزعيم إبراهيم العرجاني، كل ده قبل ما يحضر هو اللي هو بنتكلم على العرجاني مش السيسي. آدي وفجأة ما جاش العرجاني فأذيعت كلمة مسجلة للعرجاني قبل اللقاء. اسمع كده. طبعا اللوح ورا اتحاد القبائل وصوره العرجاني، الديكور كله العرجاني، تأليه للزعيم الجديد باعتباره النبي عليه الصلاه والسلام، مش العرجاني. النبي عليه الصلاه والسلام محمد، انما العرجاني عملوه نبي، لدرجه خرج واحد قال لك انه هيعرج بينا للسماء وانه هديه ربنا لينا. وبرضه الكلام ما كانش للسيسي الحاكم الاله ولا الفرعون السيسي، الكلام كان على العرجاني. تخيل حد يطلع يقول العرجاني هيعرج بنا الى السماء. اسمع. الشرقيه انا مهندس حميد بيوت عياده بمارس العقبال الشرقيه، وان شاء الله ان شاء الله العرجاني هذا يعرج بنا للسماء. احنا كنا وين وبقينا وين؟ والله 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 كنتي هذه ما فيها نفاق ولا رياح، كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اتها حقيقه لا خيالا. تجمع هذا كله احنا كل صوتي موجود، تجمع هذا كله احنا نحلم فيه. والله والله ان العرجال هذا هديه ومعطيه من الله سبحانه وتعالى بيد السيسي، ان ربي جمعها مع بعضهم عشان يبدونا عشان يبدونا. كان حلما فخاطرا فاحتمالا. كمل بقى يا شيخ. عملا من روائع العقل جئناه بعلم لم ندئه ارتجالا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ على العرجاني. تخيل بقى معايا ان السيسي او لويس ال 14 شايف كل ده، وقبلها بيفتح قناه العربيه تلاقي بيان من اتحاد العرجاني موجه للرساله الرئاسه المصريه، بيطالبوا فيها او من اتحاد القبائل يعني، بيطالبوا فيها باتخاذ موقف حازم من وجود الاسرائيليين في معبر رفح. مين اللي بيقول كده؟ العرجاني. موجه الكلام لمين؟ للسيسي. ده على قناه العربيه. اتفضل. اكد بيان صادر عن اتحاد القبائل العربيه في سيناء تعقيبا على ما يجري في قطاع غزه ضروره التحرك الدولي الفوري من اجل اجبار الاحتلال الاسرائيلي على الانسحاب من معبر رفح البري، المعبر المصري الفلسطيني. دعا بيان صادر عن اتحاد القبائل العربيه في سيناء الرئاسه المصريه للتحرك العاجل من اجل تامين الحدود المصريه مع غزه والمساهمه في الزام اسرائيل بالخروج من معبر رفح البري وفرض السياده المصريه، مطالبا بايجاد معبر بديل فورا بين مصر وغزه لحين خروج اسرائيل من معبر رفح البري، والعمل العاجل على ادخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع وتسفير الحالات المرضية ومصابي الحرب. أنا مش مصدق كيان جوه مصر
بيوجه رسالة للرئاسة إنها تاخد موقف من احتلال إسرائيل البعبر. دي مصيبة. المصيبة الثانية إن الكيان اللي هو بيوجه الرسالة دي تواصل مع قنوات عربية عشان يذيعوا البيان. دي مصيبة تانية. المصيبة التالتة إن القناة العربية السعودية تحتفي بالبيان وتحطه في نشرة أخبارها. دي كارثة تالتة. يبقى احنا قدام كارثة ثلاثية الأبعاد. لو أنت مكان السيسي يا ترى هيكون إيه شعورك؟ يا ترى ممكن تقول إيه؟ يا ترى ممكن تعمل إيه؟ أنا سامعك بوداني وتقوله هو هيسيب وهيسيب ويلعن ويصرخ ويقولك أنت نسيت نفسك يا عرجاني، أنا بابا يالا، ويتصل يهزأ عباس كامل ويقول له الواد ده ما يروحش المؤتمر. وتقريبا على فكرة خيالك ده هو اللي حصل، لأن العرجاني رغم الليلة اللي اتعملت دي والحاجات وفيلم وثائقي عنه إلا أنه ما راحش المؤتمر واعتذر العرجاني عن الحضور. أدي الخبر أهو بيقول إبراهيم العرجاني يعتذر عن عدم حضور المؤتمر الجماهيري لاتحاد القبائل، ومصطفى بكري أبرز الحضور، اعتذر بعد ما نصبوا النصبة وكتبوا الكتاب وعلوا الجواب. إبراهيم العرجاني ما راحش. يا ترى ما راحش فين؟ هل فعلا ممكن يكون السيسي غار من العرجاني وحب يشد ودنه ويوريه مقامه؟ ولا الموضوع ممكن يكون أبسط من كده زي ما بيقول مصطفى بكري اللي طلع على منصة الاحتفال يبرر ليه العرجاني ما جاش وليه العرجاني فجأة اعتذر؟ ادي خبر اهو، مصطفى بكري قال على المنصة انه ليه العرجاني ما جاش، العرجاني يدعو المؤتمر ويغيب عنه. بكري بيقول ترخيص اتحاد القبائل خلال ايام، غاب رئيس اتحاد القبائل إبراهيم العرجاني المؤتمر، بينما اعلن المتحدث الرسمي مصطفى بكري حصول الاتحاد في غضون كذا. واوضح بكري المنصة أن العرجاني تغيب عن المؤتمر لارتباطه بمواعيد أخرى، هو عنده ارتباطات واجتماعات وكان معتزل من الأول. ولفت إلى أن الدعوة المرسلة للمشاركين في المؤتمر التي جاءت باسم العرجاني كصاحب الدعوة عملها الشباب، لكن الدعوة مش منه إنما اسمه عليها بصفة رئيس الاتحاد. مصطفى الكلام ده تقوله عنده مترتر، ما تقولوش لناس بتفهم. مصطفى انت عايز تقول ان العرجاني من الاول ما كانش هيجي؟ المذيعة اعلنت على العرجاني جاي وانت كنت مستني العرجاني. عايز تقول لي ان العرجاني، ان الشباب هم اللي كتبوا الدعوة باسم العرجاني؟ الكلام ده بقى شوفوا مترتر فين وقاعدة بتعمل ايه دلوقتي وروح لها. ليه بقى؟ لان يا مصطفى في فرق في الدعوات. في دعوة اسمها تحت رعاية، ودعوة اسمها بحضور السيد فلان، وفي دعوة تانية اسمها السيد فلان يدعوكم. تحت رعاية دي يعني الشخص مش هيجي بس هو يعني بيرعى المؤتمر. يعني نقول كده ما أخ الرئيس، الرئيس مرسي، الرئيس محمد مرسي، الحفل افتتاح كذا تحت رعاية الرئيس فلان، ده معناه أن الرئيس مش جاي. أو حفل افتتاح المتحف الفلاني أو الحفلة الفلانية وبحضور السيد رئيس الجمهورية. حضرتك الدعوة بتاعتك كده، فلو الشباب كتبوها وانتوا شفتوها ونشرتوها والعرجاني ما كانش موافق، ده لا ينفي ان العرجاني مسؤول عن الدعوة. عشان كده يا مصطفى عيب تبقى راجل كبير في السن وحرامي قديم وبعدين تكذب كذبة زي دي. في فرق ما بين المؤتمر تحت رعاية ولا بحضور ولا السيد فلان يدعوكم. عيب يا درش، عيب، ده احنا قدام، ده احنا شاربين البلد دي في الحكومة كتير قوي. طبعا الحجة بتاعت بكري دي فكسانة، لأننا عرضنا هنا رسائل واتس وصور الدعوات اللي قالت ان العرجاني جاي. ادي الرسائل حضرات، مين بقى اللي بيأدي نص الدعوة؟ يتشرف الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل بدعوة سيادتكم لحضور ندوة. مين اللي بيدعى؟ إبراهيم العرجاني قبل اسم الحاج كمال. حاج كمال الراجل يعني الموضوع في الفيلا بتاعته. يعني مين يا ابني اصبر، مين اللي بيتشرف بدعوتكم؟ إبراهيم العرجاني. هل يجوز في العرف والتقاليد ان انا اقول لك تعالى اتغدى عندي وما اجيش؟
هل يجوز ان انا ادعيك على فرح بنتي او ابني واقول لك يتشرف السيد محمد ناصر بدعوه سيادتكم لحضور حفل زفاف كريمته وما اجيش الفرح؟ يا مصطفى عيب، هو انت ضلالي حتى في دي؟ عارف الدعوه دي لو مكتوبه حفل اتحاد القبائل العربيه تحت رعايه الحاج ابراهيم العرجاني كنت افهم انه ما يجيش، انما تقول لي يدعوكم واسمه قبل اي قبل بسم الله الرحمن الرحيم. ادي صوره ثانيه من الدعوه، هات الصوره الثانيه يا بيه اهو، مؤتمر يضم بالتعاون مع رابطه كذا بحضور قيادات الدوله ابراهيم العرجاني رئيس القبائل. ايه رايك يا درش؟ عيب يا درش بجد، عيب عيب لما تكذب على ناس عارفه الاصول عامله ازاي.